اهلا وسهلا. الاقبال جيد ومشاركتي الحمد لله كانت موفقه، يعني عرفتي مع الشركه اول دوره لشركه دريم اكسبو يعني، وتوفقنا معهم الحمد لله. وبس نحن منبيع الفساتين السهره للسواري والرب المرياش، وعندنا اكسسوارات كمان. اي هذا اختصاص تجهيز عرايس، يعني بنجهز المحلات اللي من بعد هي بدها تكري هي الحوانه، عرفتي كيف؟ وفي اقبال؟ في اقبال الحمد لله، جيد الاقبال.